قلنا ننخرط في أي مسعى يدافع على مؤسسات الدولة السورية، وكان كلامي واضح في لقاء تلاحم على أساس أنه نعطوا الرأي العام الدولي خاصة أننا متماسكون بصوت واحد في الدفاع على مؤسسات الدولة، محتاجة إلى تنوير الرأي العام الدولي وداخليا أننا واقفون مع مؤسسات الدولة. قلنا لما لا؟ ما ذوك يتلاقوا في صوت الشعب، ولا يتلاقوا في جبهة الوطني، ولا في البناء، ولا في أي تيار سياسي، نخرجوا من العقدة هذيك. المهم نتلاقوا في مكان، ولكن تكون مبادرة جماعية كما اتفقنا. والدليل على ذلك أننا كنا كلفنا سي سماري رشيد، وكان حاضر وتبارك الله، وجماعة سي اسماعيل هالول وسي عمر، كنا كلفنا محاضر وتابع سي اسماعيل ويتابعها مع مسؤول التنظيم، وقلنا نتبعوا العملية في إطار لجان. وحنا في المقر كنا اجتمعنا وقلنا مرتين محور تاع الأمن من البلاد، كان موقعنا للسياسة الخارجية، فكان اتفاق على أساس يكون لقاء جماعي نابع من إرادة جماعية ومفتوح للجميع. أننا هدف واحد هو الدفاع على مؤسسة الدولة، وشعب واقف مع مؤسسة الدولة عندما يتعلق بسيادة الوطن، بالوحدة الترابية، بأمن البلاد. هذه من مسلمات متفقين عليها ونخرطنا في هذا المسار.